الأولاد. الحقوني يا هنية يا نورة، الحقوني الحقوني. حاجة كوثر، حاجة كوثر، مالك يا حاجة؟ مالك يا حاجة؟ حاجة كوثر يا هنية يا هنية. دلنا على سلامتك يا هنية. أنا فين؟ أنت مين؟ ده الدكتور يا حاجة كوثر. دكتور؟ أيوة، خضتينا عليك يا حاجة. وإيه اللي حصل؟ أزمة وعدت على خير، علشان تبطلي تاكلي جبنة قديمة وما تاخديش الدواء في ميعاده. يا ما نصحتك يا ست الكل. جيت أخد الحباية لقيت الدواء خلص، ما لحقتش أجيبه، لقيت الأزمة جاتني فجأة. البركة فيها بنتك، لولاها كنت دخلت في مشكلة كبيرة. بنتي؟ دي جاتني العيادة وخطفتني من وسط العيانين علشان تنقذك. ده أقل واجب يا دكتور. عموما أنا كتبت لك على فيتامينات مع الأدوية اللي بتاخديها، وما دام حضرتك نسية كده يبقى هخلي بنتك هي اللي تجيب الدواء وتتابعك، لأن من اللي شفته شكلها مش هتنسى بقى. شكرا قوي يا دكتور. هنية. أيوة يا ست. وصلي الدكتور. حاضر يا ست. على إذنكم. اتفضل. سماح. أيوة. أنتِ ليه عملتي معايا كده؟ أي حد مكاني كان هيعمل كده. رغم كل اللي عملته معاكي. يا ما دقت على الراس تقول يا حاج، ولو جت على عمايلك يبقى رضا. يظهر أنا فهمتك غلط. ولا يهمك، أنت لا مؤاخذة يعني في مقام أمي. ممكن ترتاحي لحد ما أجيب لك الدواء، أنا عاملة لك شوربة فراخ هتاكلي صوابعك وراها. وهي بتولدني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أنت بقى يا بنتي يتيمة من يومك. المكتوب على الجبين، لازم تشوفوا العين يا حاجة. أيوة يا بنتي. طب وعيش ازاي؟ رحت عند خالتي، هي اللي ربتني. الله. طب ابوكي راح فين؟ كان موجود بس زي قلته، اصله اتجوز واحده تانية وخلف منها عيال. يا كبدي يا بنتي، يعني انت ما كنتيش بتشوفيه بقى؟ كنت بشوفه في الاعياد، اصله كان مشغول دايما. طب يا بنتي، يعني عاوز اسالك سؤال كده بس، ما تزعليش مني، ما تاخذنيش يعني. ابوكي كان تاجر مخدرات من زمان؟ فاشر. انا ابويا ترزي قمصان محتار، وكسته دي ما جاتلوش الا على كبر. هما لما بيكبروا بيتجننوا. كله من مراته الحربايه، اصل كان ليها طلبات كتير جدا، وشغله القمصان شطبت لما طلع الجهز، وحاله ابويا زنقت على الاخر. طيب ما دورش ليه على شغلانه شريفه بدل سكه الحرام دي؟ يا حاج ابويا ما تاجرش في المخدرات، كل الحكاية إنه خزن بضاعة لواحد تاجر عنده في المحل وخد عليها أرضية. ما هي يا بنتي اللي بيداري على مجرم يبقى مجرم زيه. المضطر يركب الصعب، والحاجة وحشة يا حاجة. طب وإنتي ليه ما نصحتيهوش؟ أنا عرفت بعد فوات الأوان، أصل خالتي لما ماتت جوزها اتغير من ناحيتي وبقى بيبصلي كده بصات مش مريحة، لحد ما فاجئني إنه طالبني للجواز. إيه؟ يخيبه ده راجل، اتجنن ده ولا إيه؟ فعلا اتجنن. اضطريت بقى اسيب بيته واروح اقعد مع ابويا ومراته التانيه وعيالها. هي يا بنت المشرحه ناقصه قتله. في نفس الاسبوع اللي رحت فيه اتقبض على ابويا ومراته طردتني من البيت. يا ساتر يا رب، هو جرى ايه في الدنيا دي؟ الناس ما بقاش في قلوبها رحمه ولا ايه؟ اتلطمت في الشوارع، بعت مناديل وورد لحد ما لقيت شغلانه في قهوه بلدي انام فيها بالليل واصحى الصبح اشتغل. كنت بتشتغلي فيها ايه؟ بخدم على الزباين، والحظي ان نسيم مختار كان واحد من زباين. بس يا بنتي دي شغلانه صعبه قوي على واحده ست. شفت فيها كتير، اللي عاكس واللي يرزل واللي يمد ايده. ايه يمد ايده؟ بس كنت بقى طحاله. ده انا حره وما اقبلش على نفسي الحرام ابدا. ايوه كده جدعه يا بت. الكل كان طمعان فيا الا سي مختار، الله يستره، هو الوحيد اللي كان حاسس بيا، وبدل ما ينهش معاهم عرض عليا الجواز عشان يسترني ويحميني من كلاب السكك. مختار ابني عمل كده؟ جدع وشهم، راجل ولا كل الرجاله. ربنا يبارك لك فيه يا رب، ويجعل تربيتك ليه في ميزان حسناتك يا حاجة. في ميزان حسناته هو كمان. يا مختار، أول مرة في حياتك تعمل حاجة عدلة. بعد إذن حضرتك يعني ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. ممكن أقول لك يا ماما، أصل اتحرمت من الكلمة دي طول عمري، نفسي قوي أقولها لك.
يا حبيبتي يا بنتي. تعالي يا حبيبتي. مختار، الحمد لله على السلامة يا سي مختار. الله يسلمك. الله يسلمك يا صباح. ازيك يا حبيبتي؟ كنت فين يا مختار؟ كنت في الشغل طبعا. شغل الوش الفجر؟ ما اصل كان في قعدة تجار مهمة النهاردة وكان لازم احضرها. وحضرتك سايب بقى المدبغة والمحل عشان يتنهبوا. فاشا، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش مهم مين اللي قال لي، المهم ان ده حصل وانت ولا على بالك. يا ماما، انا بأسس لشغل جديد اهم بكتير. يعني كلامي طلع صح؟ طبعا لا، لان المدبغة والمحل انا حاطط فيهم ناس بيبلغوني اللي بيحصل اول باول. يا ابني يا ابني يا حبيبي، يعني سيب شقة عمر ابوك للغرب هم اللي يدوروه. يا ست الحبايب، الدنيا بتتطور واحنا لازم نتطور معاها. يا اخويا طور في الشغلانه اللي انت متربي فيها طول عمرك، واللي مالوش خير فيها مالوش خير في حاجه تانية. ما بحبهاش. بس الشغلانه دي بقى هي اللي ربيتكو وكبرتكو وصرفت عليكو وخلتكو رجاله. دي شغله ريحتها وحشه وكلها عرق واخر بهدله. بس حلال. يا سلام، طب ما في مليون شغلانه انضف واقيم وحلال برضو. يعني عايز نعمل ايه؟ عايزني اطلب من اخوك الضابط والمحاسب انهم يسيبوا اشغالهم ويجوا يشتغلوا وانت موجود؟ ليه لا؟ ما هو مالهم برضو. ايوه يا اخويا، بس انت اللي بتفهم في الشغلانه ومعلم فيها. يروحوا يتعلموا لحد ما يبقوا معلمين. وانت رحت فين؟ رقيت نفسي بقى وقعدت على مكتب وبقى حواليا تليفونات. يا خيبه املي فيك يا مختار. يا اخويا لو على المكتب والتليفونات وضب اوضه المكتب اللي في المطبخ وحط التكييف كمان لو عايز، بس خليك في اكل عيشك. يا بت يا بت، كفايه اكل عيش، عايزين ناكل بقلاوه. يا سلام، وهي المطبخة ما بتاكلش بقلاوه يا سي مختار؟ تغور بريحتها الوحشه. مالكش حق يا سي مختار. مالكيش دعوه انت، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه واللي عايز حاجه يعملها. معلش، حقك عليا يا حاج، ما انت عارفاه راسه ناشفه وماشي على هواه. يا خوفي يا خوفي، ماشي على هواه يجيبه على قفاه كده برضو تزعل الحاجه منك. ما هي مش عايزه تفهم بقى سموحه ان احنا كبرنا وكل واحد فينا بقى ليه مصلحته. وانتوا ليه كل واحد في ناحيه؟ ما تجمعوا نفسيكوا وتدوروا تكرت ابوكوا. يا حبيبتي الدنيا بتتطور واحنا كمان لازم نتطور، مش هينفع نفضل محلك سر. يعني انت مصر على اللي في دماغك؟ يا بنت، اللي في دماغي ده هيودينا بحته تانيه خالص. ازاي يعني؟ هبقى بيه رجل اعمال محترم مش متبغجي. ايوه يا سي مختار، بس الحاجه كوثر دي امك وعيانه، ريحها يريح قلبك. يا سماح، دي امي وانا عارفها كويس، شويه كده وهتروق، وبعدين ما عندها جوز لفنديه التانيين ولا انا بقى الحيطه المايله. خليها تشوف هيسمعوا كلامها ولا لا. ما انت عارف اخواتك، ما حدش فيهم هيفهم في الشغلانه دي قدك ولا حملها، وبعدين كل واحد فيهم عنده شغله، وانت كده هتزعلها منهم هم كمان. طب اعمل ايه؟ ما باليد حيله. واللي تقول لك على حل يريح الحاجه ويريحك ويريح اخواتك هم كمان. حل ايه؟ طالما انت واخواتك مش فاضيين المدبغه والمحل، انا ممكن اقف فيهم. تقفي فين؟ انت جننتي؟ ليه بس؟ ده انا بعرف احسب واكتب، انت ناسي ان انا طالعه من سته ابتدائي ولا ايه؟ وياما اتمرمطت في الشغل وبنت سوق زي ما انت عايز. انت تنسي الموضوع ده خالص. انت عايز تفضحيني؟ الله، ليه كده بس؟ هو انا هعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ طبعا. انت مرات مختار باشا، والصح انك ما تعمليش حاجه. امال انا عايشه ليه؟ يا حبيبه قلبي، يا روح مختار، انت عايشه علشان تتدلعي، تلبسي، تخرجي وتتفسحي، مش علشان تعرقي وتتعبي. يا حبيبي هو انا بشوفك؟ ما انت طول النهار والليل بر، وبعدين الشغل مش هيشغلني عنك، وحياتك عندي انت مش هتحس بفرق خالص. مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. انا ليا اتنين اخوات رجاله، اللي عايز منهم ينزل يشتغل يورينا شطاره.